curtido. غادي نصاوب لكم واحد السلطه صيفيه اللي بصراحه كتجي رائعه مع المشاوي ومع السمك. فيها ثلاثه المكونات. عندنا مطيشه اللي نقيتها من القشره وحيت من الزريعه، وعندي بصله قطعتها على اربعه، وعندي شويه ديال المعدنوس اللي خليته هكا. غادي ندير كلشي في هذا الخلاط، كلشي حبابي، وغادي نطحن دقه واحده. صافي الكبيدات، وغادي نطحن كلشي وهانتوما معايا. هنا الكبيدات غادي نضيف عليها بعد ما طحنتها، رزتها واحد شويه ديال الماء باش تلقات جات قاصحه. كنضيف واحد طريقه ديال الكمون، ما كنكثروش، وكنضيفوا مليحه بطبيعه الحال. الملح تيبقى حسب الذوق. وغادي نضيف هنايا عندي الخل ديال الحامض، كنديروا الخل ولا كنديروا عصير الحامض ولا كنديروا الخل العادي اللي متوفر عندنا كنديروا احبابي. المهم هي راه حامضه احبابي، المهم هي راه مطيشة كتعرفوا حامضه، غير كنزيدو كنعطي واحد شويه ديال الانتعاش بهاد الخل ديال الحامضه قطيره هكا. صافي احبابي، وتنحركو على هذا الشكل هذا، وكنخويوها في الزليفات. كتجي رائعه هاد السلطه ديال الطماطم، كتجي رائعه هاد السلطه ديال الطماطم. كناخذوها مع المشويات، يمكن نزيدو عليها حتى واحد شويه ديال الهريسه. الهريسه اللي كتجي معها، ماشي بودره الفلفل الحار، كتجي معها الهريسه. مع الهريسه كتكون محمضه، كتواتر مع هاد السلطه. كنتمنى تعجبكم احبابي، ومرحبا بكم معايا اللي كيشاهد قناه الام المغاربه. ما تنساليش ملي تشترك في القناه تفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. خليو لي اللايكات ديالكم والكومنتات زوينه على خطكم عليا الكبيدات. وهنا الكبيدات غادي نشارك معكم البطاطا اللي درتها في الفران. شديت البطاطا قطعتها غسلتها مزيان، درتها في الشبيكه حتى تسقطر مزيان، تنشف من الماء، وكذلك ديك اللاطه ناشفه مزيان من الماء. خويتها وزدت في اللاطه، وزدت عليها ربع كاس ديال الزيت مليحه. كديروا العطريه اللي بغيتوا فاش كترتاحوا، العطريه اللي حبيتوا كديروها. انا راه كل مره كندير عطريه في شكل، كل مره كنبدل. هذه المره درت شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر اليابس، بودره الثوم ومليحه، وكي قلت لكم ربع كاس ديال الزيت، وخلطت كل شيء هكا. تقريبا تما درت جات شي نص كيلو ديال البطاطا. صافي، وكنسرحها مزيان في اللاطه، وكندخلها الفرن اللي تيكون مسخن من قبل على اعلى درجه. كتاخذ ليا 30 دقيقه وكتحمر معنا وكتجي رائعه. مرحبا بكم الكبيدات. هانتوما كيفاش شوف كي كتجي، كتجي غزاله 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 غزاله. مكرمش اسمعو الصوت ديالها. صافي الوليدات السدية النتيجة.
قرمش عليك ولي، لازم قرمش. كويدات هذا غدا اليوم، هذا الشيء قسم الله النهار. كنتمنى حبايبي تقبلوا عليا غدا خفيف ظريف فيوجد خفة زربن، ما تحتاجوش بزاف ديال الوقت في الكوزينه، اللي كتعرفوا الصهد هذا ما كنقدروش على شي حاجه، ثقيله، وحتى نوقفوا بزاف في الكوزينه. كي قلت لكم غير في البطاطا درت حشام دابا في الفران، غير الكويدات والله ولا حمام. مرحبا بكم معايا، وما تنساونيش من الدعم ديالكم لقناتي، الاشتراك، البارطاج، الكومونتات الزوينه، اللايكات، علي خطكم عليا حبايبي، والله يخليكم ليا كاملين كاملين كاملين. والسلام عليكم، سلامه.